مشاهدين أهلا بكم. العربة العسكرية الجزائرية الحاملة للأفراد فوكس 2 يطلقوا عليها باللغة الإنجليزية تي بي زاد فوكس 2، وهي نسخة محدثة من عربة تي بي زاد فوكس 1، وهاته الأخيرة تي بي زاد فوكس 1 كانت تصنع من شركة راين ميتال الألمانية المتخصصة في إنتاج قطع السيارات والمعدات الدفاعية. والتي تتميز بمحرك من نوع مرسيدس بنز موديل OM 402 AV8 السائل المبرد بقوة 320 حصانا من نوع ديزل. ولكن دولة الجزائر قررت الاعتماد على نفسها وطورت العربة العسكرية المدرعة الألمانية فوكس 1 إلى عربة مدرعة عسكرية جزائرية فوكس 2، وهي عربة عسكرية حاملة للأفراد سداسية الدف تم الكشف عنها سنة 2008 تصنع في الجزائر، وهي نتاج شراكة بين مجمع ترقية الصناعية الميكانيكية GPIM التابع لوزارة الدفاع الوطني وشركة نامر أوتوموتيف التابعة لمجموعة توازن الإماراتي وشركة راين ميتال ديفنس الألمانية، حيث أن العربة مسلحة برشاش من عيار 12.7 ملم أو قاذف قنابل من عيار 40 ملم. كما زودت المدرعة أيضا ببرج جديد وذلك لتسهيل التحكم من الداخل إما من نوع E8 أو RLS 609، زيادة على حزمة كبيرة من كاميرات للمراقبة وللتهديف، وأيضا كاميرات ليلية بصيغة 360 درجة لها قدرة كبيرة على حماية نفسها من العبوات الناسفة والألغام الأرضية والحماية ضد الهجمات الباليستية والكيميائية. كما تم تزويدها بنظام الدفاع النشط سيستم أمار أدياس المضاد للصواريخ المضادة للدروع، والمحرك من نوع MTU وهو محرك ألماني يصنع في وادي حاميميم بمدينة قسنطينة، قوته 460 حصانا بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، علما أنه حاليا فإن المدرعة تجاوزت مرحلة التركيب ودخلت مرحلة التصنيع بالكامل الفعلي بعدما كانت تركب فقط في الجزائر. إن الجزائر تملك 51% من رأس مال الشركة والإنتاج، ويتم تصنيع 500 مدرعة في كل سنة. ولقد دخلت المدرعة الخدمة رسمية ضمن قوات الحرس الجمهوري الجزائري والقوات البرية الجزائرية. الخصائص: المحرك هو محرك من نوع MTU، الموديل موديل TU20 199 V6، السعة 11.9 لتر مبردا بالماء، القوة 456 حصانا إضافة إلى ناقل حركات بست سرعات أوتوماتيكي، السرعة القصوى تبلغ 105 كيلومتر في الساعة، النطاق 800 كيلومتر، الطول 7.33 مترا، العرض 2.98 مترا، الارتفاع 2.37 مترا، الوزن 18.3 طن مع القدرة على حمل 9.4 طن. يتم استخدامها لعدة مهام بما في ذلك نقل الجنود. ومن خصائصها أيضا أنها مركبة هندسة وتتميز بإبطال مفعول القنابل، وهي مركبة استطلاع أيضا من نوع NBC النووية والبيولوجية والكيميائية،
وتستعمل أيضا في الحرب الإلكترونية. إن العربة مزودة بعجلات 1400 R20 ذات خاصية روم فلات، ويمكن أيضا تزويدها بنظام ملء عجلات مركزي CTES اختياريا. كما أن لديها القدرة للعمل بشكل برمائي، فهي مزودة بأربعة مراوح للدفع مثبتة على الجانبين في الخلف من أجل سرعة المياه بحوالي 8 كيلومتر في الساعة. التسليح: إن المدرعة العسكرية الجزائرية فوكس 2 تستطيع التسلح بمجموعة كبيرة من أنظمة الأسلحة مثل برج راي ميتال E8 تورت. يستطيع التسلح بصواريخ وقاذف قنابل من عيار 30 مليمتر ورشاش من عيار 7.62 مليمتر، أو راي ميتال RLS 609 الذي يستطيع التسلح برشاش من عيار 12.7 مليمتر أو قاذف قنابل 40 مليمتر. تتميز هذه العربة فوكس 2 بنظام حماية عالي، حيث تستطيع صد طلقات عيار 14.5 مليمتر و 12.7 مليمتر خارقة للدروع AP، ويمكن تزويدها أيضا بنظام حماية سلبي من نوع روزي إضافة إلى نظام حماية نشط AMA-ADS، وذلك للحماية من القنابل المدفوعة صاروخية RPG والصواريخ الموجهة ATGM. المستخدمون: دولة الجزائر حوالي 980 عربة بقيمة 3.7 مليار دولار على أن تصنع شركة راين ميتال في الجزائر بقسنطينة تحت ترخيص بوتيرة 120 مركبة سنوية. إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك، اترك لنا تعليقا واضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة، وشكرا لكم للمشاهدة.